كانت الاسعار ايه بقى ساعتها؟ البطل ياخد كام مثلا؟ في فرقه انا انضميت لهم على طول. نعم. 400 كنا كلنا بناخد 400. يعني شكري بكل ده رشدي كان ارخص. رشدي تعب قوي، اصله اشتغل قبلنا بكتير. كان بيشتغل قبلنا بحوالي 10 سنين في سنة. وما بياخدش حظ، ما خدش حظ، ما اعرفش ليه المنتجين مش مقتنعين، مع انه زي القمر وفلقه وحاجه وخفه دم. بقت مناقشة جامدة يعني، بقيت أنا دايما أشجعه اللي حقيقي يحصل وحتى لما عملنا تمرحنا كان اسمي قبل اسمه، وأنا واخد 400 جنيه وهو واخد 250.